موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. تعالى نستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، لازلنا مع قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبين أثر دعوته على الأنصار من أهل المدينة، فيقول: ألم آتيكم ضلالًا فهداكم الله بي. وهذا كان حديثنا في الأسبوع الماضي، واليوم مع قوله صلى الله عليه وسلم: ألم آتيكم متفرقين فألف الله عز وجل بين قلوبكم بي. كانوا متفرقين تفرقا عظيما، كان بينهم من النزاعات والثارات ما بلغ لدرجة الحرب والاقتتال لسنين طويلة، لعقود مديدة كان آخرها حرب بعاث، كانت بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بسبع أو ثمان سنين، كانت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة بخمس سنين فقط. كاد الأوس والخزرج أن يتفانيا قتلاً وحرباً في هذه الحرب، وقتل فيها زعماء الطرفين جميعاً من الأوس والخزرج. هذا كان حالهم قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فرقة تبلغ درجة الحرب والاقتتال أن يفني بعضهم بعضاً والعياذ بالله. فكيف صار بعد هجرته صلى الله عليه وسلم؟ لابد أولاً أن ننص على أن شيئاً لم يكن ليجمع هذه القلوب إلا دين الله عز وجل الذي دخلوا فيه وتابعوا نبيه صلى الله عليه وسلم، ولولا ذلك ما اجتمعت هذه القلوب أبدا. هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. ذكرهم الله عز وجل بهذه النعمة، ما كان بينهم من العداوة ثم ما صاروا إليه من الألفة والأخوة. فقال الله عز وجل: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، بنعمته برسالته إلى نبيه، بهجرة نبيه صلى الله عليه وسلم إليهم حيث اجتمعوا عليه ظاهرا وباطنا قلبا وقالبا. ولولا هذه الهجرة لبقوا في هذه الحرب وهذا التنافر وهذا الاختلاف إلى ما شاء الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. هذا الصراط المستقيم الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم داعيا إليه ودالا عليه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فكان الترتيب كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: هداية ثم اجتماع، إيمان ثم ألفة، ألم آتيكم ضلالا فهداكم الله بي، هذا هو الأصل. ثم ترتب عليه: ألم آتيكم متفرقين فألف الله عز وجل بين قلوبكم بي. فلولا الإيمان ما اجتمعت هذه القلوب، فالإيمان هو أصل النعم، ولذلك ينوه القرآن به قبل ذكر نعمة الأخوة كما قال الله عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات. فالإيمان أولا، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، إنما المؤمنون إخوة. فالإيمان قبل التآفي، بل لا يحصل التآفي إلا بعد الإيمان، ولذلك يأمر الله بتقواه وبطاعته وبطاعة رسوله قبل أن يأمر بالألفة أو ينهى عن التنازع، كما قال الله عز وجل: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين، وكما قال عز وجل:
فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. فتقوى الله قبل إصلاح ذات البين، والإيمان وطاعة الله ورسوله قبل الألفة والمحبة. ولذلك نقول إن مخالفة أمر الله عز وجل أو أمر رسوله صلى الله عليه وسلم هو أعظم أسباب الفرقة والاختلاف والتنافر والتنازع والعياذ بالله. قال الله عز وجل لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في يوم أحد الذي أخذوا منه درسا عظيم الأثر بالغ الأهمية، قال الله عز وجل ولقد صدقكم الله وعده، أي بالنصر، ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم، أي المشركين، بإذن تحسونهم يعني تقتلونهم قتلا ذريعا. هذا كان في بداية المعركة حيث النصر، فانظر لماذا انقلب النصر هزيمة. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، أي من النصر. هذه هي المقارنة أو هذا هو الاقتران. تنازع لا بد أن يكون معه معصية، فمعصية الله ورسوله صلى الله عليه وسلم هي التي تؤدي إلى التنازع وتنافر القلوب، تلغي الألفة والمحبة. حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. طائفة قليلة من جيش المسلمين خالفت أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فانظر إلى أي شيء صاروا. قال الله عز وجل ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. لماذا أغرى الله بينهم العداوة والبغضاء؟ لأنهم نسوا حظا مما ذكروا به، تركوا شيئا من شريعة الله، خالفوا أمر الله، فأغرى الله عز وجل بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة عقوبة ونكالا. ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم لتسون بين صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم؟ اختلاف القلوب وتنافرها إنما هو أثر لمعصية الله عز وجل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تواد اثنان في الله أو تحاب اثنان في الله ففرق بينهما إلا بذنب أحدثه أحدهما، إلا بذنب أحدثه أحدهما. المعصية هي الفرقة والتنافر بعينها والعياذ بالله. وفي المقابل أيضا نقول إن الفرقة والاختلاف معصية تضعف الإيمان وتقوض دعائم الدين. انظر وتأمل وتدبر في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وقارن هذا بحالنا. دب إليكم داء الأمم الحسد والبغضاء، والبغضاء هي الحالقة، البغضاء هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر وإنما تحلق الدين، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. البغضاء هي الحالقة لا تحلق الشعر ولكن تحلق الدين والعياذ بالله. وأي أثر للشعر يكون بعد حلقه والعياذ بالله. كلنا يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، وهذا واضح مفهوم، ولكن الذي يحتاج إلى الوقوف ولفت الانتباه هو الجملة التالية التي هي المرادة أصالة بهذا الحديث، والذي نفس محمد بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. لا محبة لا إيمان، لا يؤتي الإيمان أكله ويثبت ثمرته إلا إذا تحاب المؤمنون في الله، اجتمعوا عليه وتفرقوا عليه، وإلا فلا تسل عن ثمرة الإيمان. لا تؤمنوا حتى تحابوا. ولذلك فإن الله عز وجل جمع لأصحابه في التذكير بين النعمتين،
نعمة الإنجاء من العداوة ونعمة الإنجاء من النار، وصدر ذلك بالأمر بما يحفظ عليهم هذه النعمة. فقال عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا، حبل الله كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، هذه نعمة، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، وهذه النعمة التالية، نعمتان قرينتان في قرن واحد. إما أن نتآخى ونتحاب فنحقق الإيمان ونستحق الجنة، وإما أن نكون على شفا حفرة من نار الدنيا قبل نار الآخرة. نار الدنيا الفرقة والتنازع والفشل وتنافر القلوب والعياذ بالله، وأما نار الآخرة فكلنا نعرفها عياذا بالله منها. ولذلك قبل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا سيما الأنصار قبلوا هذا الوعظ القرآني، فاعتصموا بحبل الله وذكروا نعمته، فضربوا بذلك أعظم المثل. تقرأ سيرة الأنصار ثم تقلب تاريخ البشر منذ أن خلق الله آدم إلى يوم الناس هذا، فلا تجد للأنصار مثيلا، لا أعلم لهم نظيرا في تحقيق هذه النعمة وشكرها وأداء ما يتوجب عليهم تلقاها. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته الأنصار بعد الهجرة، وانظر لم يحققوا التآخي فيما بينهم كأهل مدينة، وإنما حققوا ذلك حتى فيما بينهم وبين الغرباء الذين هاجروا إليهم بعد مقدم النبي صلى الله عليه وسلم. جاء الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هجرة المهاجرين فقالوا: يا رسول الله اقسم أموالنا بيننا وبين إخواننا، كل واحد منهم يريد أن يتنازل عن شطر ماله لأخيه من المهاجرين، هل سمعتم بمثل هذا؟ اقسم أموالنا بيننا وبين إخواننا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، بل تكفونهم العمل وتشاركونهم في الثمر. فقالوا: سمعنا وأطعنا، احتفظوا بأموالكم واعملوا في أراضيكم ثم إذا جاءت الثمرة فأعطوا نصفها للمهاجرين. فقالوا: سمعنا وأطعنا. وفي حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأنصار: إن إخوانكم من المهاجرين قد تركوا ديارهم وأموالهم وجاءوا إليكم. فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: أموالنا بيننا قطائع، يعني اقتطع من أموالنا ما شئت وأعطيه لإخواننا، أموالنا بيننا قطائع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنهم لا يحسنون العمل، فكفوهم المؤنة وشاركوهم في الثمرة. فقالوا: نعم. إذن في مسند الإمام أحمد من حديث أنس رضي الله عنه أن المهاجرين جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم أحسن مواساة في قليل ولا أحسن بذلا من كثير، لقد كفونا المؤنة وشاركونا في المهنة حتى خشينا أن يذهبوا بالأجر كله. فقال صلى الله عليه وسلم: لا، ما أثنيتم عليهم ودعوتم لهم بخير. ثم انظر إلى هذه النفوس الزكية، في آخر الأمر قبل أن يموت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن جاءته الأنفال والغنائم ووسع الله عز وجل عليهم، أراد صلى الله عليه وسلم أن يقطع للأنصار أرض البحرين شرق الجزيرة العربية ما يسمى بالأحساء اليوم. فبماذا أجاب الأنصار؟ فقالوا: لا، إلا أن تقتطع لإخواننا من المهاجرين مثلها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إما لا، فاصبروا حتى تروني على الحوض فإنكم تتلقون بعدي أثرا، صلى الله عليه وسلم. ورضي الله عن الأنصار. هل سمعتم في التاريخ برجل يريد أن يتنازل عن إحدى زوجتيه لأخيه في الله؟
في صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين عبد الرحمن بن عوف وبين سعد بن الربيع، فأخذه سعد بن الربيع من يديه إلى بيته، ثم أعد له طعاما، فلما أكل قال: يا أخي إني أكثر الأنصار مالا، فسأشفر مالي بيني وبينك نصفين، وتحت امرأتان، وأنت أخي في الله، فسمي لي أعجبهما إليك أطلقها، فإذا انتهت عدتها تزوجتها. هل سمعتم بهذا في تاريخ البشرية كله؟ فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: لا، بارك الله لك في أهلك ومالك، ولكن دلوني على السوق. وذهب واتجر وربح حتى تزوج بماله رضي الله عنهم جميعا. إن تعجب من عفة عبد الرحمن بن عوف فاعجب أشد العجب من نفس بلغت هذا الشأو في الإيمان، يتنازل عن إحدى زوجتيه يريد أن يطلقها ليتزوجها أخوه. أنا عن نفسي لم أسمع بمثل هذا في التاريخ، قرأت كتبا في التاريخ كاملة ولم أسمع بهذا ولا بمثل هذا في تاريخ البشرية كله. في الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل وقال: يا رسول الله، قد بلغ بي الجهل، رجل من المهاجرين، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيوته ليطعمه، فلم يجد في بيته شيئا صلى الله عليه وسلم، فلم يكن منه عليه الصلاة والسلام إلا أن قال لأصحابه: من يضيف هذا الليل يرحمه الله. فقام رجل من الأنصار، لم يسمى في صحيح البخاري، وهو أبو طلحة سمي في غير الصحيح، فقام رجل من الأنصار وقال: أنا يا رسول الله. والذي يسمع هذا يظن أن بيته مليئا بالطعام، فيأخذ الضيف ويذهب إلى امرأته ويقول لها: هذا ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تدخري عنه شيئا. ماذا تقول المرأة؟ قالت: والله ما عندي إلا قوت الصدر، أنا وأنت أصلا سننام طاويين، ليس لنا طعام، وما عندنا من الطعام إلا ما يكفي الأولاد الصغار. فقال لها رضي الله عنه: نومي الأطفال، علليهم بشيء، ثم قومي إلى السراج فأطفئيه، وأر الضيف أننا نأكل ونبيت طاويين. ففعلوا ذلك، وذهب هذا الرجل في صلاة الفجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد الوحي قد سبقه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه عليه الصلاة والسلام قال: لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة، وأنزل الله عز وجل ثناء على الأنصار يتلى في محاريب المسلمين إلى يوم القيامة. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد. لما بلغ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في تآخيهم وتحابهم هذا الشأن وهذا هذه المنزلة العظيمة، ذكرهم الله عز وجل بذلك قبل أن يخلقهم، ذكرهم بذلك في التوراة، وذكرهم بذلك في الإنجيل، فضرب لهم مثلا في التوراة ومثلا في الإنجيل. أما في التوراة فوصفهم بقوله: أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. بهذا أثنى الله عز وجل عليهم في التوراة: رحماء بينهم. وأما في الإنجيل فضرب لهم مثلا، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه، مثل لاجتماعهم وتعاونهم على البر والتقوى، كمثل الزرع الذي يخرج شطأه الصغار فإذا خرج ونمى تعاون الجميع وكانوا على قلب رجل واحد. هذا مثلهم في الإنجيل قبل أن يخلقهم الله عز وجل. قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. هكذا كان الأنصار وكذلك المهاجرون وسائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم ألحقنا بهم، اللهم ألحقنا بهم، اللهم ألحقنا بالأحبة محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وأصلح ذات بينهم وألف بين قلوبهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.